هذا استغلال دقيق وعميق للمعلومات تحصلت عليها ذات الفرقة، وبعد مباشرة الأبحاث والإجراءات القانونية اللازمة أسفرت العملية أن توقيف شخصين يبلغان من العمر 25 و35 سنة، وضبط كمية من المخدرات تقدر ب 50 كيلوغرام فاصل 154 غرام، ومبلغ مالي يقدر ب 34,000 دينار جزائري يعطى بالعائدات ترويج وبيع المخدرات. وبعد استيفاء ملف الإجراءات الجزائية أحيل المشتبه فيهما إلى محكمة شلف.